نقيب المحامين يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. النقيب العام يهنئ السادة المحامين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد. النقيب العام يكرم أبناء المحامين بنقابة المنيا ويوجه بتخصيص مستشفى وصيدلية بمبنى النقابة الفرعية. نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لغرف المحامين بمجمع محاكم المنيا ويعقد لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية. نقيب المحامين حوكمة آليات الصرف والتحصيل داخل النقابة، منع الاستيلاء على أموال النقابة وخاصة في التصديقات على العقود. نقيب المحامين كرنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية. نقيب المحامين سيتم طرح أندية المحامين بالمنيا وسوهاج والأقصر في مناقصة واحدة للبدء في الإنشاءات. نقيب المحامين يترأس مناقصة توريد مستلزمات مبنى النقابة الجديد. نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في أمين عام نقابة السويس. نقابة المحامين تفتح باب تلقي طلبات استخراج كرنيهات الأندية لأسر المحامين. لصدور أحكام ضدهم، نقابة المحامين تسقط قيد 45 عضواً. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 205 ملفاً.